فلسفة العقوبة أن تكون رادعة حتى الشخص ما يقوم فيها مرة أخرى. تخيل أن احنا هذه العقوبات اللي نبيها تردع الناس قاعد نسويها اقساط. وقالوا من المبررات مثل ما أنا طلعت عليه أن الناس اللي ما يقدرون يدفعون خلال سنتين يدفعون خلال 5 سنوات. وهني نفتح الباب أكثر، احنا نقول هذا استثناء أنتم الآن قمتوا فيه. السنتين أساسا استثناء، يعني عقب كم سنة ما يقدرون يدفعون خلال 5 سنوات، سويها 10، يعني عقب كم سنة بعد خلال 10 سنوات ما يقدرون، سويها 15، صار قرض عقاري مو مخالفة. ولذلك أنا أقول إذا أنتم الفلسفة تبون تسهلون العقوبة المالية ألغوها من القوانين، أسهل من أنا أدش في أقساط وغيره وسالف، ألغيها. لأن الأصل في العقوبة أن أنا أردعه خوفه حتى ما يقوم بهذا العمل، هذه الفلسفة مالته. كذي أنا بافقد الفلسفة كاملة مالت العقوبة المالية إذا أنا قمت بعملية التقسيط. خلي يعطونا أعداد القضايا، شلون أسأل أخوان في وزارة العدل كم أعداد القضايا اللي تم الاستفادة من استثناء السنتين اللي هو اليوم موجود، وشنو نوع القضايا؟ يعني هو واحد من الأسئلة اللي اليوم لو وجد في التقرير كثير من تساؤلات ونقاط النواب اللي قالوها بيحصلون الرد عليها. بشوف الاستثناء السنتين، هل فعلا في ناس خلال سنتين ما قاعدين يدفعون؟ عطني ارقام واحصائيات. يعني المشروع خذاله فتره طويله عند اللجنه، لو طلبوا سؤال من الاخوان في وزاره العدل كم الاعداد اللي استفادوا، هل ناس متعسرين، ايش كثر المتعسرين، المبالغ ايش كثر اللي قاعده تدفع على مدى السنتين.